غير التوضيح فقط. لا كان واحد الاشكال في اللجنه التنظيميه على كذا، حنا في اطار انه خارجين في اطار الجبهه الاجتماعيه، ترفع علام ديال الشعب الجزائري. كما كتعرفوا بانه في الجمعه الماضيه في جمعه 53 الشعب الجزائري احتفل بالذكرى الاولى ديال الحراك، والشروط اللي خرجت الشعب الجزائري للشارع هي اللي مخرجه الشعب المغربي من خلال هذا التطور النوعي اللي كتبين في الجبهه الاجتماعيه. نتفاجأ بقدره قادر الناس ديال الامن بدون احترام قانون التجمعات العموميه، بدون احترام عندنا شرط قانوني للتدخل الامني كيحيدوا لنا العلم الجزائري وكيعتديوا على المناضلين، بالتالي انا كنعتبره قمع لمسيره الجبهه الاجتماعيه بلا ما ندوي على الحصار اللي كان في الشارع. بالتالي نقول للمخزن انه رغم كل المحاولات المسيره اليوم ناجحه، وكيما خرج الشعب المغربي من اجل الكرامه والحريه والعداله، سي لا ميم شوز اللي خرج به الشعب الجزائري، وسنظل كما نقول دائما خاوه خاوه، وعاشت الوحده المغاربيه وعاش الشعب الجزائري والشعب المغربي. 1 2 3 بغينا نشوفوا حنا فين نبان.